أعزائي أنا متابعي فضائية نورسات وتلفزيون تليلوميت، نرحب بكم في لقائنا الأسبوعي. وقبل التفاصيل، تتقدم أسرة مكتب فضائية نورسات الأردن بأحر التعازي للكنيسة القبطية ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية ولأسر الشهداء الذين قضوا نتيجة الغدر والإرهاب، كما تتقدم بالتعازي للكنيسة القبطية في الأردن ممثلة برعيها الأب أنطونيوس حنا وأبناء الرعية القبطية راجين السلامة والطمأنينة لكافة شعوب العالم. رحم الله الشهداء، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين. ونبدأ معكم نشرتنا بأبرز العناوين. جلالة الملكة رانيا العبدالله ترعى حفلة توزيع جوائز التميز التربوي. الاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد المجيد في المغطس. نساء على خطوط المواجهة، عنوان مؤتمر عقد في عمان. السفارة الأردنية في باريس تنظم حفلاً لإعلان المغطس على لائحة التراث العالمي. أهلاً بكم. كرمت جلالة الملكة رانيا العبدالله الفائزين بجائزتي المعلم المتميز والمرشد التربوي المتميز، ودعت المعلمين بضرورة التشارك في تطوير التعليم في الأردن بما يتناسب مع متطلبات العصر. المزيد في التقرير التالي. خلال حفل تكريم المعلمين والمرشدين التربويين الفائزين بجائزتي الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز والمرشد التربوي المتميز، أعادت جلالتها التركيز على خطوات تطوير التعليم وتعزيز قدرات أهم عناصره الرئيسية وهو المعلم. وقالت جلالتها: يجب علينا جميعا أن نتشارك في تطوير التعليم في الأردن، والتطوير يعني أن نستبدل أساليب الأمس بما يتناسب مع متطلبات الغد. ليس عندي شك بأننا جميعا نريد تعليما أفضل، لكننا كثيرا ما نقطع وعودا ونضع خططا بحجم أحلامنا ثم ننجز منها فقط بقدر ما تسمح لنا مخاوفنا. لذا أدعوكم أيها المعلمون الأفاضل أن تقودوا النهضة التعليمية من داخل صفوفكم، وأن تمدوا أياديكم إلى المجتمع من حولكم لتدعوهم للمشاركة بنهضة التعليم. وبعد أن استعرضت جلالتها عدداً من التحديات التي تواجه المعلمين، ألقى وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات كلمة قال فيها: إذا كنا قد شهدنا تراجعا في سنين طويلة خلت، فإن الطريق أمامنا مهيئة الآن أكثر من أي وقت مضى لتجاوز هذا التراجع وتحويل التحديات إلى فرص نجاح. نعلم يا جلالة الملكة أنه لا يوجد طريق للنجاح خال من العثرات، ولا توجد عثرات إذا توفر العزم والعزيمة لتنفيذ الرؤية، ولن يكون ذلك إن لم نعرف كيف يمكن أن نتجاوز هذه العثرات، ولا يعرف ذلك كله إلا بعد التعثر ولو قليلا. كما نعلم أنكم تعلمون أن من يعلم نقاط ضعفه ويعترف بها يمكن أن يصلح نفسه ويحول الضعف إلى قوة، خلافاً لمن يخدع نفسه ويقنعها بأنه كامل ولا شيء يمكن أن يتجاوز غرور الكمال كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء. وألقت المديرة التنفيذية لجمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي لبنى طوقان كلمة أكدت فيها على أهمية اجتماع جهود كافة الأطراف المعنية للارتقاء بالقطاع التعليمي في الأردن، مشيرة إلى أن الإبداع اليوم لم يعد رفاهية بل حاجة ومتطلبا رئيسيا للأمم كي تتقدم وتزدهر. أن حاجتنا اليوم تكمن في تعميم هذه التجارب الإبداعية ومأسسة العمل بها مع وزارة التربية والتعليم ومع شركائنا الآخرين، لننتقل من مرحلة نشر ثقافة التميز إلى تبني هذا التميز، إلى تطبيقه كطقس دائم الحضور لا كضيف،
يقول جبران خليل جبران: المعلم الحكيم حقاً لا يدعوك لدخول بيت حكمته. وكرم جلالة الملك رانيا العبد الله المعلمين والمرشدين التربويين المتميزين الذين بلغ عددهم 23 معلماً وخمسة مرشدين تربويين. وقد تقدم لجائزة المعلم المتميز هذا العام 1609 معلمين، بينما تقدم لجائزة المرشد التربوي المتميز هذا العام 147 مرشداً تربوياً. وكان الفنان حسين السلمان قد قدم وصلة غنائية أردنية كتبت كلماتها خصيصاً لمعيار الإبداع والابتكار لجمعية الجائزة. وابين انه انا موجوده. بلون عمو بدك بلون؟ تفضل هي بلون. بلون بلون. برعاية غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين، وضمن أنشطتها المدرسية أقامت مدارس بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية يوما ثقافيا فرنسيا في مدرسة ثيودروس للروم الأرثوذكس في الصوفية بحضور المتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت الروم الأرثوذكس في عمان وعددا من الآباء الكهنة وشخصيات رسمية، حيث اشتمل الحفل على تقديم فقرات فنية ورقصات ومسرحيات قدمت باللغة الفرنسية. وألقى كل من الناطق الرسمي باسم البطريركية الأب عيسى مصلح ومديرة عام المدارس أميرة الصناع كلمات ترحيبية بالحضور، مشيرين إلى أن الهدف من إدخال اللغة الفرنسية هو تطوير استراتيجية التدريس ورفع سوية التعليم لدى أجيال المستقبل. جئنا ورأينا بأم عيوننا ما فعل وما عمل أطفالنا وطلابنا وطالباتنا بالشراكة مع فرنسا العزيزة على قلوبنا وفتح المجال من أجل أيديولوجيات وحضارات ومعرفة من أجل أن نأخذ هذه الأفكار ونجسدها على أرض الواقع. إيمانا منا بأن الأنشطة المدرسية لها دور كبير في رفع سوية التعليم، ولإيماننا بأن اللغة الفرنسية لا تقل أهمية عن أي لغة أخرى، فقد شجعنا القائمين على تدريس اللغة الفرنسية بإقامة اليوم الثقافي الفرنسي كأحد الأنشطة والأساليب التي سنتبناها في تطوير اللغة المدرسية في مدارس بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية. رعت وزيرة السياحة والأثار لينا عناب الحفل الموسيقي الذي أقامته السفارة الأردنية في باريس بمناسبة الأعياد الوطنية بحضور عدد كبير من الشخصيات الأردنية والعالمية. نورسات الأردن شاركت في الاحتفال وأعدت التقرير التالي. بمناسبة الذكرى المئوية للثورة العربية الكبرى ومرور عام على إعلان موقع عماد السيد المسيح المخطص على لائحة التراث العالمي لليونسكو ولإدراج مدينة السلط التاريخية على ذات اللائحة، رعت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب الحفل الموسيقي الذي أقامته السفارة الأردنية في باريس بحضور السفير مكرم القيسي ورئيس بلدية السلط المهندس خالد خشمان والموسيقار طلال أبو الراغب الذي قدم بمرافقة فرقة الأوركسترا الفرنسية مزيجاً من المقطوعات الموسيقية والألحان الشرقية والغربية والتراثية وترانيم عيد الميلاد المجيد التي تعكس روح المحبة والإخاء بين أبناء المجتمع الأردني الواحد.
وبعد إشادتها بجهود الإعداد لهذا الحفل، أكدت وزيرة السياحة على دور القيادة الهاشمية والحكومة الأردنية في الحفاظ على المقدسات المسيحية ودعمها ورعايتها لها. طبعا يعني هذا الاحتفال مهم كثير لنا، هذا الإدراج على لائحة التراث العالمي مهم كثير للمغطس، وإذا عم نحكي على موضوع السياحة الدينية فطبعا هذا يعني عامل مهم جدا في إنه الناس تصير تعرف أكثر عن هذا الموقع. طبعا إحنا بالأردن عندنا 5 أماكن مدرجة على لائحة التراث العالمي، بس يمكن المغطس من أحد من أهم الخمس مواقع هذه بحكم القيمة الإنسانية اللي بيحملها هذا المكان. هذا طبعاً بيعكس حجم الثقة اللي اليوم السائح أو الزائرين أو المسافرين اللي عمالهم بيلاقوها في زيارتهم للأردن. وطبعاً هذا ما إجا من فراغ، هذا إجا من 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 مواقف الأردن المعتدلة، من الأمن والأمان اللي إحنا بنلاقيه بالأردن، من العيشة العادية اللي إحنا بنعيشها أو يمكن أكثر من عادية. يعني حجم النشاطات اللي عمالنا بنشوفها سواء بالصيف أو فترة الأعياد أو يعني تعكس إشي رائع، ويمكن الناس تستغرب لأنه إحنا للأسف في الإعلام يمكن صور أو عكس صورة غير حقيقية وغير دقيقة عن واقع البلد عندنا. بس يعني الحمد لله اليوم الزوار والمسافرين والزائرين والسياح صاروا يعرفوا إنه في فرق ما بين بلد ما بين محيط مشتعل وما بين بلد آمن، وهذا عم بينعكس بالأرقام، وإن شاء الله إنه الأرقام تضلها على ارتفاع مستمر. واشتمل الاحتفال الذي جاء بدعوة من السفارة الأردنية في باريس وبدعم من هيئة تنشيط السياحة على إلقاء العديد من الكلمات التي أشادت بالأردن وشعبه وقيادته الهاشمية والجهود الرسمية الحثيثة في تعزيز السلام في المنطقة. الاحتفال سيكون بمناسبة الذكرى المئوية للثورة العربية الكبرى، وسيكون بمناسبة الذكرى الأولى لإدراج المغطس على لائحة التراث العالمي لليونسكو، بالإضافة إلى ترويج السلط ليتم إدراجها إن شاء الله العام القادم على نفس اللائحة. إحنا بنشتغل شغل ممتاز بملف السياحة، والسائح الفرنسي تواق لزيارة مواقع أثرية في منطقة الشرق الأوسط. للأسف تنظري على الجوار بتلاقي السائح لا يستطيع أن يزور كثير من المناطق التي اعتاد على زيارتها، فهي فرصة ممتازة للأردن لكي يأتي السائح الفرنسي ويشهد التطور والأمن الموجود والثقافة الأردنية التي ترحب بالضيف والكرم الأردني الأصيل. وحضر الحفل الموسيقي الكبير الذي أقيم على هامشه معرض للصور الفوتوغرافية لمدينة السلط، وشارك بالدعوة إليه عمدة بلدية نويس أورسين الفرنسية جان كريستوف رومانتا، أكثر من 800 شخص يمثلون كافة أطياف المجتمع الفرنسي وأبناء الجالية الأردنية وأعضاء السلك الدبلوماسي ونخبة من الإعلاميين من الأردن والمحطات الإعلامية العربية والأجنبية، حيث أشاد كافة الحضور بهذه المناسبة الكبيرة وهذا الحفل الرائع. نحن اليوم بباريس بنرافق وزارة السياحة والآثار في الاحتفال بالسنة الأولى لإعلان المغطس على لائحة التراث العالمي، وأيضا السنة الماضية عند مرافقة من وزارة السياحة طبعا بدعوة من سفارتنا في باريس سعادة السفير مكرم القيسي واهتمامه المباشر ببرامج الترويج للسياحة الدينية في الأردن. تقدموا في ملف السلط لاعتماده على لائحة التراث العالمي، واليوم كمان معنا برافقنا رئيس بلدية السلط السيد خالد خشمان لدعم ملف السلط لاعتماده على لائحة التراث العالمي. جميع هذه البرامج أيضا من أجل الأردن، من أجل الترويج إلى المناطق الدينية والأماكن الدينية السياحية في الأردن لاستقطاب زيارة هذه الأماكن. طبعا هناك أماكن أخرى غير المغطس، لكن المغطس هو أهم هذه الأماكن الدينية. عندنا مادبة، في عندنا تل مارلياس، في عندنا مكاور مكان قطع رأس يوحنا المعمدان. الأردن
بلد سياحي ولكن أيضا هو بلد مقدس. نورسات تواكب هذه النشاطات، تواكب أيضا الحكومة الأردنية في دعم هذه الأماكن وترويجها. اليوم أنا كرئيس بلدية السلط حضرت لسبب واحد، أنه سفارتنا في باريس ووزارة السياحة عملت احتفال ضخم جدا، هدفه الأساس مجموعة من الأحداث، الأولىها اللي هو الثورة العربية الكبرى ومرور 100 عام على الثورة، والثاني مرور سنة على تسجيل موقع المغطس المبارك على قائمة التراث العالمي، وأيضا إشهار ملف السلط وتسجيل السلط على قائمة التراث العالمي. أنا بدي أشكر سعادة السفير في باريس سفيرنا مكرم القيسي، لأنه من اللحظة الأولى بدأ العمل بنشاط وهمة غير طبيعية لدعم الملف، والحمد لله رب العالمين جهوده كانت كلية بالنجاح في تسجيل المغطس، وإن شاء الله الجهد الدبلوماسي والدعم اللوجستي المتميز منه من معالي الوزيرة سيكون له أثر الأكبر في أن نخرج بقوة تستطيع أن تدعم الملف، لأن الملف ليس ملفا علميا فقط إنما هو ملف سياسي أيضا. الموسيقى هي لغة عالمية، يعني هي جسر ما بين الثقافات في العالم، هي اللغة الوحيدة اللي الكل ممكن يفهمها، لأنه من خلال المشاعر ومن خلال الوجدانيات ومن خلال أحاسيس كل إنسان، وهي هي الفكرة من تواجدنا هون، إنه إحنا نمد هذه الجسور الثقافية. وأنا سعيد جدا بوجودي بفرنسا، إنه عم بعمل شو جزء منه من مؤلفاتي وجزء منه من أغاني عربية متنوعة لنحتفي بالأنغام الشرقية. ومن الجدير بالذكر أن أهمية إدراج موقع المغطس على لائحة التراث العالمي والمصادقة على قرار تسجيله تأتي تتويجاً لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في تسويق وترويج المواقع الأثرية والسياحية في المملكة، وخاصة الأماكن الدينية المسيحية والإسلامية. برعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله انطلقت أعمال مؤتمر نساء على خطوط المواجهة بمشاركة نخبة من النساء المؤثرات على مستوى العالم، وقد عرضت المشاركات في المؤتمر تجربتهن الإعلامية التي تأخذ الطابع السياسي للتعامل مع ظروف المرحلة وأهميتها. وكانت الإعلامية اللبنانية ميش دياق قد أعربت عن شكرها للأردني على استضافته هذا الملتقى، معتبرة عقده في عمان بارقة أمل كونه في أرض السلام. وتضمن المؤتمر تقديم كلمات وجلسات حوارية أكد فيها المشاركون على أهمية دعم المرأة كي تنال حقوقها وتحظى بالمساواة. من هذا المؤتمر أوجه نداء، أقول يا نساء العالم اتحدن نحو فرصة تشاركية في الحياة، وآن الأوان أن نسلط أن المرأة بدون التمكين الاقتصادي لن تحظى بفرصة عادلة في الحياة، لأن وضعها داخل الأسرة يجب أن يكون وضع آمن ومستقر حتى تستطيع أن تقدم دورها الريادي في عملية التنمية في هذا الوطن. احتفل في المغطس بإضاءة شجرة الميلاد المجيد برعاية وزيرة السياحة والأثار لينا عناب وبحضور رسمي وكنسي واسع. التفاصيل في التقرير التالي. رعت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد في موقع معمودية السيد المسيح المغطس بحضور الأساقفة والآباء الكهنة من الكنائس الرسولية المختلفة وسفراء دول وهيئات دبلوماسية وشخصيات رسمية وعامة وجموعا من المؤمنين. و
وفي كلمتها أكدت عناب أن الاحتفال بالعيد المجيد في ظل الراية الهاشمية يجسد روح الإخاء التي تسود بين الأردنيين مسلمين ومسيحيين، والتي ينعم بها هذا البلد الطيب بفضل الحكمة والعدل والمساواة التي طالما كانت من سمات الحكم الهاشمي الرشيد. فهو من أعظم المواقع الدينية في العالم، وهو محط أنظار كافة أتباع السيد المسيح عليه السلام وما هو أفئدتهم، كون الديانة المسيحية قد انطلقت من هذه البقعة لتنتشر في الكون وليصبح هذا المكان وجهة الحجاج المسيحيين للحضور والتبرك من هذه البقعة المقدسة والعيش في المدرج الأول لرسالة المسيح عليه السلام. وفي كلمة له دعا الأب نبيل حداد مدير مركز التعايش الديني الجميع لإرسال رسالة الميلاد والمحبة للعالم أجمع وتعزيز قيم الاحترام وإقامة الصلوات من أجل تحقيق السلام والأمن بين شعوب العالم أجمع، وأن ينعم أردننا بالأمن والطمأنينة. هذا هو الأردن، النهر والجغرافيا والتاريخ والقداسة، هذا هو الأردن الإيمان، هذا هو الأردن، أنتم الذين تصنعونه وتنسجون من تاريخه ومن حاضره ومن الرجاء في مستقبله مع عبد الله الثاني ملك هذه البلاد المباركة، تنسجون صورة ولا أروع، لا لتعايش ولا لوئام ولا لتآخ، بل تنسجون صورة الأسرة الواحدة المؤمنة بالواحد الأحد. فنحن إلى الشرق من القدس وبيت لحم، هل رأيتم يوما أن أشرقت الشمس على القدس وعلى مغارة طفل المغارة في بيت لحم إلا من خلف هذه التلال؟ هذه رسالتنا. وأحيت الاحتفال جوقة قلب يسوع الأقدس بقيادة المرنم فارس عباسي، وجوقة ينبوع المحبة بقيادة المرنم طعم جبارة. كما شاركت في الاحتفال أيضاً بترانيم الميلاد المنوعة الفنانة مكادي نحاس. آتياً يفتدينا من هول الجحيم. أقامت جمعية رسل السلام في عمان حفل استقبال للطلبة العراقيين المهجرين في كنيسة السيدة العذراء للاتين في ماركا، بحضور الأب خليل جعار رئيس الجمعية وذوي الطلبة ولفيف من الأصدقاء والضيوف المدعوين، حيث تضمن الحفل تقديم مجموعة من الفقرات الفنية والتراتيل الميلادية. ميلادك ميلاد الخير يا نور الحقيقة، ما بشرت بغير الخير وخلاص الخليقة. كما تم تكريم الطلبة وتوزيع مساعدات عينية ومادية عليهم استعداداً للأعياد الميلادية المجيدة. الأعياد هي موسم اللقاء للإنسان مع أخي الإنسان، ومن ثم التواصل بين بعضنا البعض حتى نحب بعض، نسلم على بعض، نعطي لبعض السلام، هالسلام اللي ولد مع مولد ملك السلام السيد المسيح. بمناسبة الأعياد الميلادية إحنا في ماركا اليوم عملنا حفل الميلاد مع الطلاب العراقيين، عندنا مدرسة خصوصي للطلاب العراقيين والسوريين، عندنا بحدود 200 طالب،
هذول بنخدمهم نعطيهم حقهم بالتعليم، فاحتفلنا اليوم معهم حتى نزرع الفرح في قلوبهم، هذول اللي ضحوا في كل شيء بس حتى يحافظوا على إيمانهم بالمسيح يسوع. فشرف كبير إلنا نخدم هالقديسين الأحياء اللي عايشين بيننا. بهالمناسبة بدي أشكر نورسات اللي دائما بترافقنا في أفراحنا وفي مناسباتنا. نشكر نورسات ونشكر جميع القائمين على نورسات، ونطلب من الله سبحانه وتعالى يبارك الأردن، أهل الأردن، شعب الأردن، ملك الأردن، حتى نعيش دائما بجو الفرح والسلام والتآخي بين بعضنا البعض. وكل عام وانتم بألف خير. تواصل الكنائس والمدارس التربوية والمؤسسات الخيرية إقامة بازارات ميلادية تحضيراً لاستقبال عيد الميلاد المجيد. التقرير التالي يعرض مجموعة من البازارات في عدد من محافظات المملكة. ما زالت الكثير من الكنائس والمؤسسات التربوية والجمعيات الخيرية تستعد لاستقبال عيد الميلاد المجيد، سواء بإقامة البازارات الخيرية التي يعود ريعها لإعانة العائلات العفيفة أو لدعم نشاطات الرعاية. عدست نورسات الأردن جالت في العديد من البازارات الميلادية داخل العاصمة عمان وخارجها، والتقطت أجواء الفرح والبهجة فيها. ففي محافظة الكرك أقامت كنيسة القديس جوارجيوس للروم الكاثوليك في أدر بازارها الميلادي برعاية الأب بولس بقاعين وحضور أبناء الرعية، وافتتحت أيضا كنيسة مار ميخائيل للاتين في السماكية بازارها السنوي برعاية النائب هيثم زيادين وحضور الأب فيتو والأب أيهم زيادين. وفي محافظة الزرقاء أقامت كنيسة القديس بيوس العاشر للاتين بازارها الميلادي برعاية السيد زيد حداد وحضور راعي الكنيسة الأب عزام جاسر. وفي ذات المحافظة أقامت كنيسة الروم الأرثوذكس بازارها الميلادي برعاية الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش راعي الكنيسة وحضور الأب ثيودوروس حداد. وفي شمال المملكة أيضا أقامت الكنيسة الأسقفية العربية في محافظة إربد بازارها الميلادي برعاية محافظ إربد رضوان العتوم وحضور الأب سمير سعيد راعي الكنيسة. وفي العاصمة عمان احتفلت العديد من الكنائس الرسولية بافتتاح بازاراتها الميلادية. ففي كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس في السويفية أقامت بازارها الخيري بعنوان بازار حاملات الطيب برعاية السيدة تيماء قعوار وحضور الدكتور إبراهيم دبور. وفي كنيسة يسوع الملك للاتيني في المصدار افتتح البازار الميلادي السنوي للرعية برعاية القنصل الفخري سامر قعوار وحضور الأب فرح بدر راعي الكنيسة. واحتفلت أيضا شبيبة كنيسة النبي إيليا والقديسة بربارة في منطقة أبو نصير بافتتاح بازارها السنوي وإقامة العديد من الفعاليات خلال أيام البازار. ورعى المتروبوليت فيندكتوس متروبوليت الروم الأرثوذكس في عمان افتتاح بازار كنيسة القديسين قسطنطين وهيلانا للروم الأرثوذكس في مرج الحمام بحضور الأب إلكسيوس قاقيش راعي الكنيسة. وافتتح فارس القبر المقدس أكرم كريم بازار كنيسة السيد العذراء للاتين في ماركا بحضور الأب خليل جعار راعي الكنيسة. وفي منطقة ماركا أيضا افتتحت كنيسة مار ميخائيل للروم الملكيين الكاثوليك بازارها الميلادي برعاية السفير البابوي لدى الأردن والعراق المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن وحضور الأب عماد بواب راعي الكنيسة والمونسنيور روبرتو كونا القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان وعدد من الآباء الكهنة. وفي منطقة خلدة أقامت لجنة القديسة تقلى للسيدات في كنيسة الصعود للروم الأرثوذكس بازارها السابع برعاية الأرشمندريت أرتيموس. وافتتحت كنيسة الفاد الإنجيلية في جبل عمان بازارها الميلادي برعاية الأب فايق حداد راعي الكنيسة وحضور المطران ياسر عياش وعدد من الآباء الكهنة. وفي كنيسة سيدة البشارة للاتين في الويبدة رعى فارس القبر المقدس أكرم كريم افتتاح البازار الميلادي بحضور الأب بطرس حجازين راعي الكنيسة. ورعى النائب جمال قمو افتتاح بازار كنيسة القديس بولس الرسول للاتين في الجبيهة بحضور راعي الكنيسة الأب طارق أبو حنة. وافتتحت أيضا العديد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات التربوية بازاراتها الخيرية، منها جمعية الشبان المسيحية وجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية. وافتتحت أيضا المدرسة الوطنية الأرثوذكسية بازارها السنوي، كما أضيئت أيضا شجرة الميلاد المجيد في النادي الأرثوذكسي في الفحيص ومنطقة البوليفارد في العبدلي. ولد المسيح، هللويا. كل عام وانتم بخير.
قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن الأردن أصبح وجهة لرعاية الدول العربية والأجنبية لتلقي العلاج بسبب ما يتمتع به قطاعنا الصحي من سمعة حسنة وكفاءة عالية. وطالب خلال رعايته لإشهار الميثاق الوطني لحقوق المريض وضع ضوابط قانونية وأخلاقية تحول دون الإساءة للمرضى وتفادي أي مشكلات. علينا تدارك الأخطاء والتجاوزات إذا أردنا أن نحافظ على استمرارية تميزنا. الخطوة الأولى تبدأ بتعزيز الثقة بين الطبيب والمريض وتقديم أفضل رعاية وعناية، ويتطلب إطلاع المريض على حقيقة وضعه الصحي بموضوعية، فهو أمر يعد من أبسط حقوقه، ومن شأن ذلك تفادي أي مشكلات قد تقع لاحقا. وقال وزير الصحة الأسبق الدكتور ياسين الحسبان إن هذا الميثاق يهدف لتوحيد الأطراف الصحية على مبدأ واحد وكلمة واحدة أساسها التأكيد على حق المريض. واليوم دعونا نكتب كلمة حق في هذا الميثاق لنعطي المريض حقه في كل شيء تضمنه الميثاق. دعونا نلتقي نحن هنا العاملين في هذا المجال على كلمة سواء لنؤكد على حق المريض في خدمة صحية متميزة، وليكون هذا الميثاق لنا وثيقة وطنية جامعة شاملة وناظمة لمقدمي الخدمة الصحية من أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وممارضين وفنيين ومساندين. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الملكة رانيا العبدالله ترعى مؤتمر نساء على خطوط المواجهة. إطلاق الميثاق الوطني لحقوق المريض في عمان. جمعية رسل السلام تقيم حفلاً ميلادياً للأطفال المهجرين في ماركا. الاحتفال بالعام الأول على إدراج المقطص على لائحة التراث العالمي. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.